خرجت والدة لورا بريول المتهمة سعد المجرد بمحاولة الاغتصاب اليوم الخميس عن صمتها، وظهرت في مقطع فيديو توجه عبره رسالة للملك محمد السادس. ونشرت قناة لورا لايف على موقع اليوتيوب مقطع فيديو تتحدث عبره سيدة دون إظهار وجهها، تدعي أنها اسمها أوركا وهي والدة لورا بريول، محاولة إخبار الملك محمد السادس أن فتاة مغربية أخرى تتهم المجرد بمحاولة اغتصاب بفرنسا. والدة لورا قالت إن متهمة المجرد المغربية هي من تحتاج مساعدة الملك فعلا وليس الفنان المغربي، لأنها على علم أن القائد المغربي تابر منذ جلوسه على العرش لمنح النساء المغربيات حقوقهن. السيدة المذكورة اتهمت المجرد بالتباهي بدعم الملك، قائلة إن الفنان المغربي يعتقد نفسه فوق القانون، كما وصفته بالوحش، واعتبرت أن أغنية Let Go كانت للسخرية من ابنتها. وأوضحت نفس المتحدثة أن ابنتها في حالة نفسية متدهورة بعد أن تعرضت للعنف من طرف المجرد، وأن هناك فتيات من مختلف الجنسيات يتهمون الفنان المغربي باغتصابهن لكنهن غير قادرات على الشكاية به لدى الشرطة. وقالت والدة لورا إن ابنتها رافقت المجرد دون علمها أنه يتعاطى الكوكايين والكحول، ظنا منها أنها ستمضي معه أوقاتا مرحة في سهرة دعاها إليها، لكنه استدرجها واعتدى عليها. نفس السيدة قالت إن ابنتها تعرضت للاضطهاد من طرف عائلتها في وقت لا يعي فيه شقيقها الصغيرين ما يحدث لها، كما تحدثت عن إحساسها السيء بعدما شاهدت ابنتها في مقطع فيديو تحكي ما حصل لها مع المجرد. ويحمل الفيديو ترجمة لكلام والدة لورا للدارجة المغربية، ما يوضح أن شخصا مغربيا ساعدها في إنجازه. يذكر أن لورا بريول نشرت قبل مدة مقطع فيديو تحكي فيه روايتها عن واقعة محاولة اغتصابها من طرف المجرد.